السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مهم جدا للأبحاث العلمية، تقدر تعمل سيرش على الأبحاث العلمية، تقدر إن أنت تسأله جوه البحث العلمي، يبدأ إن هو يعمل زي شات جي بي تي لكن في البحث ده بس. تقدر إن أنت ترفع ملف بي دي إف من عندك من على الجهاز وتبدأ إن أنت تقول له لخص لي البي دي إف دوت. تقدر إن هو يجيب لك كل الأبحاث دي، أنهي أبحاث استشهد بيها، ويجيب لك ملخص للأبحاث. فبدل ما أنت تقعد تقرأ الأبحاث أو تقعد تلخص، لا هو يديك ملخص لي البحث دوت. يعني على سبيل المثال مثلا البحث اهوت، خلينا نفتحه مع بعض. اي جزء مش واضح تقدر تعمل عليه سيلكت، تقدر تقول له بعد كده بقى لخص لي البحث دوت، او انا عايز افهم في اختصار معين انا مش فاهمه. تقدر تسأله هنا، تديله سؤال معين، ايه هو البحث ده بيتكلم عن ايه، تقول له لخص لي البحث دوت، يروح جايب لك الملخص. بدل ما تقعد تقرا البحث ويطلع في مجال تاني، لا هو يبدا يقول لك البحث ده ملخصه ايه. فاي جزء ممكن تتعلم عليه بالشكل دوت، وتبدا ان انت تساله اهمت. في حاجات جاهزه وفي حاجات انت تقدر ان انت تكتبها، تمام. ممكن اقول له هات لي بقى الورق اللي متعلق او اللي ليه علاقه بالبحث اللي انا فاتحه دلوقتي، لو في اختصار معين ومش باين الاختصار ده بتاع ايه، فتقول له الاختصار ده هو عباره عن ايه. جاب لي اهو 5 ابحاث، تقدر ان انت تدوس على واحد فيهم ويتفتح معاك وتبدا ان انت تتابع البحث.